تحية دائما وأبدا لكم مستمعين متابعي إذاعة بانوراما. بعدنا معكم بهدى وهنا. وكلنا بنعرف أن المملكة العربية السعودية بتتميز بتنوع كبير بالأكلات الشعبية بسبب تنوع البيئة والتأثر بالمناطق وخصوصا الحجازية منها تأثرها بالحجاج اللي بيجوا من الخارج. خلينا نتوقف مع هذا الموضوع نحكي شوي عن الأكلات بالمملكة العربية السعودية، الأكلات القديمة جدا واللي بعدها في جزء منها بالتأكيد بعده لهلأ مستمر وبيلاقي إقبال إلى الآن من الناس. خلينا نرحب بضيفتنا الموجودة معنا على الهواء مباشرة ريجينيا، منسقة علاقات عامة واستقبال بأحد المطاعم اللي بتهتم بهذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك معنا ريجينيا. أهلا وسهلا حبيبتي. يسعد نهارك ريجينيا. أحمد عرب صحيح؟ أيوة ريجينيا عرب حبيبتي. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا بك يا حبيبتي. هلا حضرتك منسقة علاقات بمطعم أهل أول صحيح؟ أيوة مطعم أهل أول. أنا صاحبة بيتي مطعم أهل أول. بيعنا بالأكلات القديمة. الأكلات الحجازية. الحجازية. الأكلات الحجازية القديمة. شو فيك تحكي لنا عن الأكلات السعودية القديمة أشهرها برأيك؟ إنت فتحتي لي كده بحر. أنا جوعانة ها. ضيعيني. طب حجوعك زي هذا. خبرينا. بالنسبة نحن مين الله يكرمك. بالنسبة لنا نحن المملكة نعم. اعتمدنا على تقريبا على ثلاثة أشياء هي اللحوم ومنتجات الإبل من حليب وأجبار وأشياء زي كده والتمر. فأغلبية المناطق عندنا تلاحظ إنه أكلها يتشابه. يمكن المنطقة الحجازية اختلاطها بالعدة الدول بالحجاج بالزوار الحرام فكان في تنوع. نعم. لكن لو جينا نتكلم على الأكلات القديمة جدا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة التريد. نعم. فالتهنئة لأهل مجد كان عندهم القرصان يعتبر نوع من أنواع التريد. الهريسة عند أهل الحجاز يعتبر برضو نوع من نوع التريد من أكلات الرسول صلى الله عليه وسلم. عندك مثلا أهل الجنوب عندهم خبز النيفة. فنوعنا بس كلنا نعتمد على شيء واحد هي اللحوم والتمر والسمن عندنا والعسل هذه لازم. نعم والرز. الرز أوكي دخلت علينا من أهل الشرقية ومعنا من أخواننا من الإحساء. نعم. فأتعلمنا على الأرز. فعندك المسطحات السليق والسليق تعتبر أكلة جدا قديمة ومن أيام العهد الإسلام القديم لدرجة أنه كانوا يستخدموها في مفاوضات ما بين الحكام أو يسموه عيسى الحارث. نعم. لو تراجع التاريخ القديم كانوا يحطوا لهم إياه فإذا وافق أكل منا فمعناه انتهت المفاوضات. نعم. وأنت منين بتعرفي هالمعلومات؟ مهتمة بهذا الموضوع؟ أنا أنا أحب الثقافة أحب القراءة فأقدم كتاب طبيخ كان عندنا ثم كتاب طبيخ برضو. نعم. لسيد المراق هذا يمكن الكتاب لي أكثر من 800 سنة يتكلم لك على أدق التفاصيل للطبخ. نعم. فيعني عندك مثلا المشبك اللي موجود في عند أهل مكة وأهل المدينة وأهل الحجاز هذا كان زمان من الفهاريج. نعم. عندك الكنافة القيمات هذه تعتبر أكلات قديمة من أيام العهد الأموي والفاطمي وإيش أحب الأكلات كانت عند الخلفاء. فيعني الأكل السعودي ترى هو مقتبس من العهد الإسلامي. نعم. بس تغير في تكنيك معين أو معنى صح أنه طلع ببطنته الخاصة. نعم. في أكلات أصولها بالتحديد من وين معروفة وكيف وصلت للسعودية؟ عندك مثلا أهل مجد مشهورين بالكليجة. نعم. فكانت الأصل أو معنى أصح كانت تيجي من العراق وكان يسموها الكعكة الحشو. نعم. هتلاقيها برضو في كتاب يعني يعتبر قاموس كتاب طبيخ لسيد الوراق. نعم. وهو أصل في الأصل يعتبر مخطوطة قديمة إسلامية. نعم.
فعندك مثلا لقمة القاضي، الأشياء اللي زي كده. عندك الهريس برضو، السويق أكلة برضو قديمة، هي عبارة عن طحين أو شعير قبل لا يستوي يحطوا له السمن والتمرة، كانت تعتبر زي الحلى اللي موجود. فهذه أكلة جدا قديمة، الآن بيقولوا لا أخواننا المسلمين أو الجاوة هم اللي جابوها، لا نعم. هي أكلة إسلامية قديمة. نعم. عندك مثلا المضير، المضير ده يعتبر من أيام ما أدري شو أقول لك، بس كانوا زمان يحطوا عليه اللحم نعم ويعتبر زي الجميد بس مجفف. نعم طيب، في أكلات بعد موجودة لهلأ ولكنها شوي اتغيرت أسلوب طبخها، تغير مع، بتعرفي كل ما يتغير جيل أو يجي جيل بخفف شوي من التعب والشغل الكتير الموجود بالأكلات. يعني نحن مثلا عنا صح، ببلاد الشام في أكلات بدها كان 3 ساعات تنطبخ، هلأ عم نسويها ولكن بنص ساعة بتخلص. فشو الأكلات اللي موجودة وشو تغير فيها؟ يعني تمدنت إذا فينا نقول شوي. عندك الأكلات مثلا، خليني كده أشوف لك. مثلا عندنا، أنا يمكن عشان أحب السليق فمرة بركز عليه. عندك السليق معروف بمنطقة الحجاز، نعم عندك السليق المكي غير الطايفي. نعم الطايفي ما فيه له حليب وله تكنيك معين، المكي أو معنى صح يحطوه المستكور هيل، المديني يرش عليه حبات الفلفل الأسود، نعم يعني تختلف. عندك المطبق، أكل أصلا جاي من اليمن ويعتبر نوع من أنواع العيش عندهم أو نعم الخبز زي الهنود النان، فبعضهم كانوا يحشوا بالبطاطس. أخواننا في اليمن كانوا يحشوا بالبيض والخضار، فجاء عندنا لي تكنيك ثاني، نعم بعضهم صاروا يحطوا اللحم المفروم وبعضهم لا، والبهارات الحجازية، الرز البخاري أو الأزبك بمعنى صح جانا من مناطق تانية، لكن غيرناه. كيف غيرناه؟ بأنه نحن صارت بهاراتنا نظيفة مصححة، نعم بعض الأحيان نشيل الجزر وأحيانا نحطه على الوجه. عندك الرز الكابلي جاي من كابول، لكن الكل بيقول لك لازم تضيف عليه قشر البرتقال، وهو في الأصل كان حفظا لنكهة اللحم أو نعم لأنه مشيد زفارة اللحم، نعم فعشان كده أضافوا البرتقال فصارت تميز. نعم فعندك أشياء كثيرة اليوم العالم لما تغيرت. بتروح لمطعم بيعمل أكل يعني شعبي إذا فينا نقول، أو أكل له علاقة نوعا ما بالبيئة، بشوي قديم مش موجود يمكن في كتير من البيوت، هيدي الأكلات اللي ذكرتيها صاروا يطلعوا للمطاعم المتخصصة لحتى ياكلوها. شو أكتر الأكلات اللي بعد العالم بتجي بدها تأكلها مثل ما هي بنفس الدسم بنفس الأسلوب اللي كانت تنعمل فيه قبل؟ لأنه منعرف أنه قبل أهلنا كانوا يستخدموا السمن وإلى آخره، هلأ بالبيوت ما عدنا مثل قبل. فشو هي الأكلات اللي في إقبال عليها كبير من الناس؟ الهريسة، شو عفوا؟ هذه الهريسة عندنا، هريسة الحجازية، نعم سبحان عليها إقبال كثير لدرجة إنه ما شاء الله تبارك الله عندنا ما يمدينا نجلس نسويها نعم. عندك مثلا أكلة السلام أو معنى صحن، إحنا هنا الحجاز نسميها مهرج أو مختوم، نعم مع إنها أكلة سهلة بس الكثيرين بيطلبوها، الملوخية الناشفة. نعم عندي كمان أكلة إن شاء الله يا رب تكون كذا تيجي على بالك، على الرز والحمص كمان ما أكثر أحد يسويه في البيت، يعني الرز عندنا رز بحمص. نعم طب فيما يتعلق بالحلويات، شو وضع الحلويات اللي معروفة بالمملكة؟ خلينا ننقل للحلو بقى. الله يسعدك، اوكي حبيبتي. عندك الحلويات مثل عفوا الصوت شوي عم بيروح ويجي، عفوا الصوت غدانا
هذه عبارة عن حبيبات نشا. نعم. تنضاف لها حليب وهيل وشيء من روح الكادي. هذه من الأكلات القديمة اللي من زمان ما حد يسويها. عندنا موجودة من الحلويات. عندك إيش كمان يا ربي؟ طبعا التطلي أو الكستر بمعنى صح، ما عاد صار أحد يسويه زي زمان. نعم. لأنه لي نكهة ما خاصة. قهوة اللوز عندنا لها مواسم. العاشورية. نعم. يعني في حلويات كثيرة تخص. بتطبخي أنتي هودا هيدا الأكل ريجينيا ولا؟ شوف والله تطلبي من المطعم. للأسف الشديد أولادي ما يحبوه. الجيل الجديد، الجيل الجديد لما بيجي مع أهله للمطعم المختص بهذه الأكلات شو بيعملوا؟ لا والله في إقبال كبير عليهم، في إقبال، في إحسان، بيحبوه، بيحبوا الأولاد المراهقين بيحبوها، يعني فعلا فعلا بيحبوها. نعم. يعني كانوا يجوا يفرحوا لدرجة أنه في أطفال يقولوا للشيخ يسلموا عليهم يقولون شكرا وأكلكم لذيذ وأكلكم سهل. فهذا أحلى مكان يصير عندنا. نعم. في الأطفال محتاجين دي الأشياء. طبعا طبعا بتضل هيدي الأكلات، يعني قد ما يا سبحان الله قد ما الواحد شوي هيك، لأنه دخلت على كل دول العالم من وراء السوشيال ميديا والولاد دايما عم بيشوفوا الأشياء الجديدة. دخلت هيدي وقدي ريجينيا أكلنا دسم. يعني أنا بعتبر أنه نحن أكلنا كعرب نوعا ما في سمن وفي وفي وفي، بس مش معقول يعني حتى لما كنا ناكله أيام أنا والدتي ما كانت عمرنا ما منصحنا وزادت أوزاننا بالكم اللي نحن عم نشوفه موجود عند هيدا الجيل اللي انتقل للأكلات الغربية والجنك فود. أنا أقول لك ليه، أنا أقول لك ليه ما كنا ننصح، يعني بصدق. نعم. كنا نفطر، كانت عندي ستي الله يرحمها تسوي لنا البيض، طبعا كلنا كنا نحاف. نعم. وقليلين، ما عاد انا ما شاء الله تبارك الله متأكيدة. فكانت تسوي لنا البيض، هذه أكلة تلاقيها في كتاب طبيخ. نعم. السيد الوراق، وكانوا يستخدموها للأطفال اللي عندهم أنيميا أو معاهم حمى. نعم. يعتبر علاج. حتى نعم. السيد أبو بكر الرازي ذكرها في كتاب الطب. نعم. عبارة عن عجة بيض يضاف إليها حليب. نعم. دهن، وتنضاف عليها ملعقة ثوم وملعقة عسل، وتنطبخ. نعم. نسبة الفيتامينات اللي فيها شيء ما تتوقع، ارتفاع في نسبة بي كومبلكس، والله لكن فيها من هنا على طول تجيب لنا كتب ألف ليلة وليلة، يلا أقرأ. نعم. أدرسه، أو إنه نمسك القرآن. نعم. من جد كانت تمسكنا القرآن، نجلس نحفظ، هي أحفظ عليك. نعم. سبحان الله، يعني ما شاء الله تبارك الله، كانت تجينا نباهة وذكاء. نعم. بعدها نجي نلعب لعب، حتى الفرجة أنها كانت تستغل لنا في موضوع هيا رفع البيت، شيلوا، حطوا، سووا. نعم. أفعلوا، يعني ما كنا ننصح زي ما بتقولي، ما كنا نتخن، كانت بتجينا طاقة، بس كانوا أهلنا مرتبين لنا جدول. نعم. تربيتنا كانت تختلف عن الآن. طبعا الآن سبحان الله حتى الأم غلبانة بتروح تشتغل. طبعا طبعا ريجينيا، شكرا جزيلا لك عن على كل هالمعلومات اللي اعطيتينا اياها. حبيبتي سعدت بوجودك معنا. هيدا الكتاب اللي ذكرتي لي اياه بدي فتش عليه، لانه شهيتيني انه يكون رائع موجود بالمكتبات. صحيح يا موجود، ما ادري والله، انا اللي افتكره كان زمان ب 300 اظن شويه. اقدم الكتب تكلم لك عن اكلات جدا جدا قديمه من ايام العهد الاسلامي والعهد الفاطمي. نعم. يتكلم لك عن الخليفة المأمون كيف كان يحب يأكل السريد، يتكلم لك عن المربيات والحلويات وعن. نعم. المخللات. خلينا نذكر المستمعين فيه، اسمه الكتاب، اسمه كتاب الطبيخ، الطبيخ للسيد الوراق. نعم خالص. يتكلم لك أيضا عن المشروبات، وكان إضافة المسك أحيانا في القطايف. نعم. فأكلا هي تخيلي. نعم، شكرا جزيلا لك ريجينيا عربي. يا روحي بالعكس، شكرا لكم وشكرا لك على استضافتك الحلوة دي. تسلم. مع انه الاسئلة كانت صعبة، بس هذا كان شكر، يعني هذا يدل على الحنكة. شكرا.
معنى صح المحاور اللي ليه وما سأل إلا إن شاء الله يكون استوفيت كل الشروط وأديت الإجابة كاملة. شكرا عزيزتي، كفيتي حبيبتي ووفيتي، يا يعطيك أهلا العافية. وسهلا، اتشرفت بيكي. شكرا.